السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. فسر ابن سيرين سورة الملك في المنام بنيل الأملاك والأرزاق الكثيرة، وقد تدل على العلو والرفع في الشأن. فيما يقول النابلسي: قراءة سورة الملك في المنام تدل على الأملاك والأموال التي يحصل عليها الرائي من دون السلطة. فيما حلم سماع سورة الملك يدل على نيل الهداية والصلاح. أما حلم كتابة سورة الملك يدل على الأعمال التي تجلب الحماية من كل مكروه وأذى. فيما حلم نسيان سورة الملك يدل على عدم حفظ النعمة والرزق. أما رؤية آية تبارك الذي بيده الملك في المنام فتدل على وجوب التفكر في خلق الله وشكره على نعمه. فيما رؤية صورة الملك في المنام للرجل فتدل على نيل مكانة عالية بعمله. أما صورة الملك في المنام للفتاة العزباء فتدل على نيلها عملا جديدا تنال منه رزقا وفيرا. فيما رؤية صورة الملك في المنام للمتزوجة تدل على العلاقة القوية التي تجمعها بزوجها وأهله. فيما رؤية صورة الملك في المنام للحامل تدل على تحسن أحوالها في فترة الحمل. أما رؤية صورة الملك في المنام للمطلقة فتدل على تغييرات إيجابية في حياتها بعد طلاقها، والله أعلم. نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم. إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.